السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أحداث الأسبوع. أحداث وأحاديث تشكلت على مدار أسبوع كامل، ولعل أبرزها كان إحياء المرأة الجزائرية لعيدها العالمي يوم 8 مارس، وكذا اعتراف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بتعرض المجاهدة جميلة بوباشا للتعذيب والاغتصاب خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر. بعدها نعرج على أنباء غير مؤكدة تشير إلى قرب إنهاء مهام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة في التعديل الحكومي المرتقب، وسط حديث عن خلافات بين الوزير وتبون. ثم نقف عند مناشدة النقابة المستقلة عبد المجيد تبون التدخل بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون ممارسة العمل النقابي في الجزائر، بالتزامن مع استقالة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين من منصبه. وفي الختام نعود إلى فضيحة الإشهار العمومي في الجزائر مع اتهام وزيرين سابقين للاتصال في قضية فساد. لمناقشة هذه الأحداث أسعد باستضافة المحلل السياسي لقناة 22 الدكتور إسماعيل معرف. دكتور معرف، أهلا وسهلا بك، أسعد بلقائك ككل يوم جمعة على قناة 22. وأنا أسعد أستاذ بالعيد، السلام عليكم لكل المشاهدين الزود، ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي نأمل أن نعطيه التغطية اللازمة لأحداث الأسبوع. نأمل ذلك. دكتور ابقى معي. أحيت المرأة الجزائرية هذا الأسبوع عيدها العالمي على وقع تهاوي القدرة الشرائية وتفشي الطلاق والخلع والاعتقال بسبب آراء سياسية، إضافة إلى حالات العنف ضد النساء والتي تتزايد باستمرار في الجزائر. وتتطلع المرأة الجزائرية في يومها العالمي إلى حياة أفضل، فهي بالرغم من المكاسب التي حققتها إلا أن هناك من يرى أن واقعها لا يزال صعبا، ويرى آخرون قضاياها بمثابة ورقة سياسية لدى السلطة. إذن دكتور معرف، المرأة الجزائرية على غرار نساء العالم أحيت هذا الأسبوع اليوم العالمي للمرأة، إذن مظاهر احتفائية في الجزائر، تكريمات، استقبالات، ورود، هل فعلا هذا ما تريده المرأة الجزائرية؟ لا أعتقد، لأن بالنهاية المرأة هي الركيزة بالنسبة للمجتمع، وبدون أن تكون هناك في المجتمع حرية أيضا مساحة بالنسبة لحقوق الإنسان، لا يمكن لهذه المرأة أن تستفيد وتكون في وضعية أحسن. ذلك أن المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي أيضا سند، وبالتالي أن المرأة لا يمكن لها مثلا الحديث عن حقوقها دون الحديث عن حقوق المجتمع بشكل أو بآخر. ولاحظ بأنه يمكن السلطة في الجزائر داربت على أنها ما تستعمل المرأة كموضوع، سواء في الانتخابات أو حتى في حملاتها الخاصة بالأوضاع الاجتماعية والسياسية، وساعات أنها تستعمل هذا الضغط على الـ على الـ على الـ على الرجال من أجل صراحة أن لا يذهبوا بعيدا في المطالبة بالحرية وبتحرير الوطن وأيضا بالمطالبة بالحقوق المشروعة. ودعني أقول لك بأن يمكن المرأة من ناحية القانونية فهي بشكل أو بآخر هي تعيش وضع صعب، بالنظر إلى أن قانون الأسرة لغاية الآن لم يستجب صراحة لوضعية المرأة ولم يعطيها الضمانات الحقيقية لكي تعيش حياة كريمة، سواء كزوجة مع زوجها أو مطلقة أو أرملة. من ناحية قانونية وأنا محامي وأعرف هذا هو الوضع، فهي في حالات كثيرة صراحة أن القانون يظلم هذا المرأة ويحولها صراحة إلى أوضاع غير سوية، ويحولها أيضا إلى أن تصبح ربما متشردة في الشوارع، وأيضا يحولها إلى أن تصبح عالة على المجتمع بدل من أن تكون عنصر بناء. هذه من ناحية. من ناحية السياسية أعتقد أنه اليوم لما نشوف المجتمع الجزائري تركيبته السكانية أكثر من 50% نساء، سواء في الجامعة سواء من الآن
يشتغلن في مناصب في قطاعات كثيره اداريه. ومع ذلك مثلا نجد بان هذا التمثيل بالنسبه للمراه سواء في المجالس المحليه او من الشعب الوطني او حتى الحكومه حتى ربما الجهاز الدبلوماسي، نشاهد ان المراه لم تتجاوز 16 او 17% على وجه على اكثر تقدير، وهذا يعتبر انتقاص من قيمه المراه او من دور المراه. طيب على ذكر دكتور معرف، على ذكر دور المراه السياسي، ألا ترى بأن هناك تراجع في تمثيلها على مستوى البرلمان، على مستوى المجالس المحلية؟ هل هذا راجع إلى التعديلات التي حملها دستور تبون في نوفمبر 2020؟ إلى ما تعزو ذلك؟ والله شوف، صحيح التعديلات لعبت دور، لكن خليني نقول لك بأن يمكن حتى من أيام رئيس المخلوع بوتفليقة رحمه الله تقريبا أنه المرأة تم صراحة الزج بها في الحياة السياسية، ولكن النماذج التي قدمت بالنسبة لهذه المرأة هي نماذج صراحة لا تشرف المرأة، لأن اليوم تقريبا نقولها بصراحة يعني المرأة الكفؤة، المرأة التي تحوز على أخلاق عالية، المرأة التي لديها قدرات إلى غير، هي مهمشة مثل الرجل وتحارب في كل مكان، بينما هم يريدون نساء مبتذلات. للأسف نقول هذا المصطلح، يريدون أيضا نساء سلكومون يعني تحت الطلب لإشاعة سلوكات معينة داخل المجتمع، وأيضا أنه الدفع بهذا النوعية من النساء التي لا تمثل صراحة للمجتمع الجزائري، وبالتالي نشوف بأنهم مثلا كثير من القطاعات التي تسلمتها سيدات، ولكن للاسف ما عندهمش كفاءه، فكانوا صوره البطل الاسود بالنسبه للرجل الوزير او المسؤول الفاسد، وبالتالي هذا النظره الاحتقاريه والاستغلاليه بالنسبه للسلطه اكثر منها، لانه حتى في القوانين تظهر هذا النظره الاحتقاريه، جعلت ربما المراه الحقيقه انها لا تلعب الدور المنوط بها. ليس هو نعرف بان المراه الجزائريه الكفؤه ذات الاخلاق العاليه والالتزام الوطني لا تقبل بان تشتغل في ظروف مثل هذه الظروف المتميزه بالقمع والاضطهاد، وتميزة ايضا بالاخلاق الفاسده، لان اليوم السلطه في الجزائر ليست فقط قمعيه وديكتاتوريه وايضا تنتهك. طيب على ذكر على ذكر على ذكر السلطه دكتور اسماعيل معراف، نشاهد ان او نلحظ ان السلطه في الجزائر حريصه على هذه على الاحتفال بيوم 8 مارس، تكريمات واستقبالات وورود، لكن في الجزائر حتى الان تبدو المراه لم تتبوأ بعد منصب عالي في هرم الدوله الجزائريه، ربما اعلى منصب تشغله المراه في الجزائر هو منصب وزيره، لماذا لا نشاهد وزيره اولى رئيسه حكومه في الجزائر؟ يعني الجميع وكانوا يبجل المراه في الجزائر، لكن حقوقها تبدو ما زالت مهضومه، الا ترى ذلك؟ اعتقد ان القضيه مرتبطه بتوجه النظام السياسي، لانه تعرف النظام السياسي في الجزائر هو نظام غير ديمقراطي، وهذه الانظمه الاوليغارشيه الانظمه الشموليه هي لا تريد انفتاح بالنسبه للحياه الاجتماعيه، لان لا تريد حتى مثلا لشاب ان يكون وزير اول، لا تريد حتى لواحد من الموجودين مثلا في المهجر من ابنائنا الذي ربما يحمل إضالة جانب الجنسية الجزائرية الجنسية أجنبية إلى غداك، لا تجد أيضا طائر فرصة للمرأة، وأنا نعرف الكثير من السيدات الكفؤات اللواتي يستحقن أن يكون على مستوى الوزارة الأولى، لكن لا أعتقد أنه يسمح لهن بالوصول لهذه المراكز لأسباب التالية. أولا الكفؤات لا يرضون، لو ترضى لا ترضانا صراحة بال 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 ما يجري في البلاد من فساد سياسي واقتصادي واجتماعي ومن هذه الانتهاكات المختلفه، لان بالنهايه المراه تتاثر لانها ام، لان الكثير من اولادها وبناتها موجودين رهن الاعتقال او ربما المداهمات بتاع الشرطه اليوميه والقمع، وترى بان هذه المراه تشعر صراحه بالاسى لان اولادها يمتطون قوارب بحار قوارب الموت في البحار الى غير ذلك، وهي تسال حالها لان بلدها عنده امكانيات، عنده ايضا فرص لو كان
يكون نظام وطني حقيقي ونظام يشتغل على جانب الكفاءة، ممكن جدا انه هذه المرأة تتبوأ مناصب اكبر. لكن للأسف انه النظام في الجزائر ما زال نظام مغلق، نظام صراحة لا يريد لهذه المرأة ان 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 تكون جميلة وتحكم. طيب عندما دكتور معرف، عندما نتحدث عن المرأة نتحدث عن حالات العنف والتحرش الجنسي في أماكن العامة وفي أماكن العمل، وهذه الظاهرة تتزايد باستمرار في الجزائر. نحو 10,000 امرأة تعرضت للضرب والعنف من طرف العنصر الرجالي في الجزائر. أليست كل هذه أرقام مخيفة؟ ويبدو أن الحكومة عاجزة على مواجهة هذه الظاهرة التي تتفاقم. أعتقد أنه كل شيء مخطط ومنهج، ما أعتقدش أن هذه الأمور تتم خارج إطار علم السلطة. والرقم الذي قدمته أستاذ بالعيد هو قليل صراحة، لأن كثير من المعنفات وكثير أيضا ممن صراحة يمسسن في شرفهن ومن من أيضا يعني يعمل لهم الابتزاز الشنطاج سواء في العمل أو سواء في الترقيات، وكثير من غادروا المناصب وتخلوا عن كارير تاعهم لهذه الأسباب. لماذا؟ لأن بالنهاية القانون غير واضح، قانون غير واضح، الشريعة القانونية لم تجرم هذه السلوكات ووضعت الكثير من الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يعاقب الشخص. لكن صعب أنها ربما الأشخاص الآن أصبحوا يزون ديفلوبيمهم حتى لورزات كما قال اسمه نتاع الشونطاج، وبالتالي أنه من الصعب أنه من ناحية قانونية أنه يجرم. هذه من ناحية. من ناحية ثانية هو أنه المجتمع بحد ذاته، النظام ما زال يخلق على هذا النظام، ما فيش انفتاح، با ديمونسيباسيون لا سوسيتي، يعني ما فيش مسرح، ما فيش سينما، ما فيش اعمال تلفزيون، ما فيش ديبا، يعني اللي موجود مثلا في قضايا المراه في التلفزيون الحكومي والتلفزيون الخاص وان وجدت فهي قليله ولا تبث في اوقات الذروه والسلبيه. وبالتالي انه تقريبا تبقى المراه تعاني الامرين، تعاني اولا من الضغط المجتمع. لماذا؟ لانه حتى لو كان مثلا هذا العنف ممارس عليها سواء عنف جسدي او لفظي او تحرش الى غير ذلك، فهي تقول بانه بالنهايه سوف اخسر انا، لانه بالنهايه المجتمع كله سوف يقول بانك انت التي تسببتي في كل هذه الاشياء الى غير ذلك، وعليك انك تعودي للبيت والى غير ذلك من هذه الاشياء التي نستمعها، الاسطوانات التي تستمعها. ومن ناحيه اخرى ايضا ان السلطه للاسف هي تطلب الناس يقولوا مطر المرأة العفيفة المتخلقة ذات الكفاءة العلمية التي تأتي لكي تفيد. عادة ما نسمع مثلا الذين يعينون ولات ويعينون وزراء ويعينون في المجلس الأمة أو حتى المجلس الشعبي الوطني كلهن متورطات في قضايا فساد مع المسلمين، فساد أخلاقي، يعني بمعنى أنه يعني مستحيل أنه واحد يترك أخته أو زوجته أو إلى غير ذلك باش انها تمشي نعم. تشتغل في الحياه السياسيه. طيب نقطه اخرى في هذا الملف دكتور تثير الانتباه هي مظاهر الاحتفاء بهذا اليوم العالمي للمراه. من الواضح انها في الجزائر تقتصر فقط على المراه العصريه بين قوسين ان صح التعبير، او المراه المقيمه في المدن الكبرى. اين المراه الريفيه من هذه المناسبه؟ مقبورة مثل حال المجتمع الجزائري، حال الشعب الجزائري. لأنه لما تكلمت قبل سي بالعيد قلت بأن المرأة تزهو وتزدهر في مجتمع أيضا مزدهر بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أنه السلطة لا تنظر للمرأة الأخرى غير المرأة الموجودة في العواصم الكبرى، يعني مثل وهران أو قسنطينة أو عنابة أو الجزائر العاصمة، لكن كل المدن الأخرى فالمرأة تعيش صراحة الكره الاجتماعي، تعيش أيضا الذل والمهانة. في كثير من السيدات يعانين العنف، يعانين الأمراض المزرية، وما فيش تغطية إعلامية، ما فيش أيضا تصل الكاميرا ويصل الميكروفون لهذه المجتمعات تطوير هذه المجتمعات حتى يعرف الرجل بان
الآن الزمن هو زمن أن المرأة تكون شريك، ويمكن لها أن تكون فقط مضاف إليه أو مفعول به. دكتور، طيب دكتور، هناك من يرى أن المرأة في الجزائر هي أو قضاياها بمثابة ورقة سياسية لدى السلطة، ما رأيك دكتور؟ لا والله، بامتياز صراحة، لأنه النظام السياسي في الجزائر لا ينظم، أو إذا كان الشيء موجود اسمه نظام سياسي صراحة، لأن في الجزائر للأسف أنه كان في عصابة حكم عبارة عن مسلسل من حال من طوم أن طوم دو طوم تروار، أنا مستتين وإحنا مع هذه العصابات وهذا الزمر الحكمي الآن، ما تحملش رؤية، ما تحملش مجتمع، ما تحملش أيضا استراتيجية، وبالتالي أنه بالنسبة لهم المرأة هي فقط أداة ضغط على الرجل، أداة ضغط على الرجل. وهم لما يتكلموا على قضية لماذا ماذا لا تشارك المرأة بشكل قوي في الحياة السياسية وتسيير دواليب الدولة إلى غدين، في بعض الدراسات أستاذ بالعيد تقول بأنه المجتمعات التي تحكم بأكثر عدد من النساء في المسؤولية هن الأكثر هن فساد. لماذا؟ لأن المرأة مرتبطة بالشغل ثم تروح للبيت، عكس الرجل لربما وقته كله يعني وقت القليل ممكن يدخل فيه للبيت لما يكون مسؤول إلى غدين. وبالتالي أنه كل ما كان بسند المسؤولية بالنسبة للمرأة كلما قدرنا نعالج مشكلة الفساد. وعندما تكون يا أستاذ بالعيد الفساد وعنوان للدولة الجزائرية، فأعتقد أنهم لا يبحثون في مثل هكذا إجراءات ممكن أن تحارب الفساد، بل بالعكس، فالمرأة تبقى دائما بالنسبة لهم هي عنصر ناقص، وأيضا ورقة تستغل في الحملات الانتخابية، وفي عدم مواعيد بالنسبة ل 8 مارس أو حتى بعض المناسبات الأخرى إلى غدك، للضغط على هذا المرأة، من خلال ضغط هذه المرأة أنه ممكن يقوضوا وصلت على وصلت الفكرة دكتور، لأن الوقت يداهمنا، دعني نمر إلى الحدث الثاني. نقف عند اعتراف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بتعرض المجاهدة جميلة بوباشا للتعذيب والاغتصاب بعد اعتقالها عند محاولتها وضع قنبلة بالقرب من مسرح بيير بورد سابقا ابن خلدون حاليا خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر. لكن قبل مناقشة هذا الحدث أدعوك دكتور معراف والسادة المشاهدين لمتابعة هذا التقرير الذي أعدته الزميلة سارة عن المجاهدة جميلة بوباشا. إحدى جميلات الجزائر وأحد رموز نضالها، من أبطال معركة الجزائر التي دفعت بالثورة نحو تحقيق أهدافها، السيدة جميلة بوباشا. ولدت في 9 فبراير عام 1938 ببلدية بولوغين بالجزائر العاصمة. كبرت جميلة وسط عائلة ثورية مناضلة، درست اللغة العربية وانضمت إلى الكشافة، ورغم صغر سنها لم تتأخر عن أداء الواجب الوطني لتكون جزءا أساسيا من حكاية ثورة التحرير الجزائرية، فالتحقت بصفوف جيش التحرير الوطني عام 1959 كفدائية لزرع القنابل التي أرعبت الفرنسيين وهددت وجودهم، ليتم توقيفها في 9 فبراير عام 1960 وبحوزتها قنبلة. ابنة 22 عاما الجميلة الشابة تعرضت لأقصى أنواع التعذيب والاغتصاب والتنكيل الذي أجبرها على الاعتراف بزرع قنبلة في مطعم الجامعة المركزية. حكمت عليها المحكمة الاستعمارية الفرنسية بالإعدام عام 1961. انتشرت قصة جميلة بعد أن تعاطف العالم كله معها، وفي مقدمتهم الكاتب الفرنسي جون بول سارتر والصحفية سيمون دي بوفوار والرسام العالمي بابلو بيكاسو، وتطوع كثير من المحامين للدفاع عنها، في مقدمتهم جيزال حليمي التي رفعت عنها وهي من دولت قضيتها وعرفت العالم معاناتها. قصة تعذيب جميلة الشابة التي صدمت الرأي العام الفرنسي والعالمي، تم الإفراج عنها بموجب اتفاقية إفيان في 7 ماي 1962، ولم تعترف السلطات الفرنسية إلا مؤخرا بتعذيبها. جاء ذلك في خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إحياء ذكرى المحامية جيزال حليمي يوم 8 مارس. اعتراف ماكرون ليس إلا تأكيدا على وحشية ما قامت به فرنسا خلال سنوات الاستعمار، فهؤلاء الذين ارتكبوا أبشع الجرائم لم يحاكموا يوما. جميلة بوباشا هي البطلة التي لم تغرها المناصب، فهي ترى أن المسؤولية تكليف وليس تشريف، كيف لا وهي التي تقول
أعتقد أن واجبنا كان تحرير الوطن وإخراج المستعمر مدحورا مهزوما، لذلك يكفينا شرف الجهاد وتحرير البلاد والاستشهاد، وعلى الأجيال المتعلمة والكفاءات الشبانية إتمام رسالة المجاهدين الشهداء وتحقيق حلمهم في بناء دولة حرة مستقلة متطورة يتساوى كل أبنائها. شكرا لزميلة سارة على هذا التقرير. إذن دكتور معراف، تابعنا هذا البورتري للمجاهدة جميلة أبو باشا التي اعترف ماكرون بأنها تعرضت للتعذيب والاغتصاب خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر. إذن اعتراف ماكرون دكتور برأيك، هل هو غزل؟ هل هو مهادنة تجاه الجزائر؟ هل فعلا ماكرون يغازل تبون بعد موريس أودا وعلي بومنجل الذي اعترف بأنه تعرض للاغتيال؟ هل ماكرون يريد طي صفحة الأزمة الدبلوماسية أو التوتر الحالي بين الجزائر وباريس برأيك؟ لا، ما فيش توتر وما فيش أزمة دبلوماسية حسب رأيي. أنا وتكلمت في كثير من مواقع تلفزيونية أجنبية وأيضا في مواقع إلكترونية وقلت بأنه ليس هناك أزمة، بالعكس النظام الجزائري هو اللي في أزمة، والآن السيناريوهات التي تسمعها هنا وهناك منذ هذه قضية الأخت والصديقة أميرة إلى الآن الاعترافات التي يقدمها ماكرون هي كلها من أجل إنقاذ النظام في الجزائر وتقديمه بالصورة للرأي العام الجزائري بأنه نظام قوي وأن فرنسا الآن هي التي تتودد وهي التي تريد أن تقدم اعتذارات، وهو نوع من البروباغندا. لكن الحقائق تحت الكواليس نحن نعرفها جيدا، ونعرف بأن النظام في الجزائر فرنسا تقريبا هو اللي هي سبونسور نمبر 1 بالنسبة لهذا النظام بالمقاربات السياسية وأيضا بالدفع في المحافل الدبلوماسية وأيضا في التغطية على جرائمه وانتهاكاته بالنسبة لحقوق الإنسان. وبالتالي أنه صراحة أولا شكرا للإعلامية سارة على هذا البورت الجميل للجميلة جميلة مباشرة أطال الله ربي في عمرها، وتحية لها لأنه هذا المرأة رفضت هي بوتفليقة أن تكون عضو في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة، وكانت صراحة كنا في تلك الفترة علقنا عليها وقلنا بأن ما زال هناك من المجاهدين ما زال عندهم حب للوطن، وكان ضربة للنظام. واليوم إذا كان ربما هذا النظام الفرنسي يحاول أن يتاجر بالرموز الجميلة والشريفة بالنسبة للشعب الجزائري، فأعتقد أنه كثير من الملاحظين والخبراء يعرفون بأنه تقريبا أن الآن فيه قرب نهاية عهدة الرئيس تبون، وتقريبا فرنسا ماكرون على وجه التحديد يريد لتبون أن يواصل في العهد الثانية، بينما في أطراف النظام العمدة السوداء في الجزائر لا تريد أن يواصل تبون لعهدة أخرى بالنظر إلى تبديد المال العام والتسيب الذي عرف في هذه الفترة 3 سنوات لتبون، وماكرون شخصيا استفاد كثيرا من تبون، وبالتالي أنه لازم يخرج بعض من السيناريوهات بعض من الأوراق حتى يزيد في شعبية تبون، لأن شعبية هذا تبون تراجعت كثيرا فعل وعوده التي لم تكن في المستوى. وصراحة عرف كيف تفسر هذا الصمت الرسمي في الجزائر، الإعلام الحكومي والإعلام العام والخاص الذي طبعا في الجزائر حاليا الإعلام تقريبا كله الآن صار إعلام عمومي. سنعود إلى هذا الموضوع في ختام هذا البرنامج. هذا الصمت الرسمي سواء على مستوى السلطة سواء على مستوى الإعلام الرسمي، اعترافات ماكرون مرت مرور الكرام يعني وكأنه لا حدث، كيف تفسر وتقرأ هذا الصمت؟ هو أصلا اعتراف ماكرون هو لم يكن يعني المطلوب منه بالنسبة لمن يتبع تبون ومن يشتغل في نظام تبون. إلى الوسائل الإعلامية تقريبا بأوامر من تبون ومن جماعة تبون إلى بأنه لا يثيرون النقاش ويتركون صراحة وكأنه لا حدث بالنسبة لتبون، حتى
ربما مع الوقت، ربما الآن مشتغلين مع التعديل الوزاري ومع المشاكل اللي موجودة داخل السلطة، داخل العلبة السوداء التي تدير الجزائر. لأننا رجعنا بنفس الوضع اللي كنا فيه وقت بوتفليقة والجنرال توفيق إلى غدا، يعني تقريبا دخلنا في ما يسمى بمرحلة كسر العظام مع أي موعد انتخاب. وبالتالي أنه تقريبا وسائل الإعلام لم تريد أن تعطى لها الضوء الأخضر لكي ربما تناقش مثل هذه المواضيع. تبقى هذه المواضيع ربما تؤجل لوقت لاحق، وربما يحاولوا انه قبل زياره تبون في شهر مايو اللي ربما لباريس، ممكن جدا انه قبل هذه الزياره يكون هناك نوع من اعاده تنشيط هذه الازمه حتى تعطي شعبيه ومصداقيه اكبر بالنسبه لنظام تبون. دكتور، وصلت الفكرة. نصل الآن بك وبالمشاهدين إلى الحدث الثالث، حيث يتواصل غياب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة عن المشهد السياسي والدبلوماسي منذ قرابة شهر، تزامنا مع أنباء تشير إلى قرب إنهاء مهامه في التعديل الحكومي المرتقب. وفي هذا الصدد قال موقع أفريكا انتليجنس إن خلافا يكون قد وقع بين محيط الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان العمامرة بعد رفض الرئاسة اعتماد القائمة التي وضعها الوزير لحركة السفراء والقناصلة التي تم الإعلان عنها مؤخرا. إذن دكتور معراف، ما مدى صحة هذه الأنباء؟ هل فعلا يريد تبون التخلص من وزير خارجيته العمامرة؟ بكل تأكيد، وكأن التاريخ يعيد نفسه. إذا كان تذكر سبعين والمشاهدين بأنه نفس المشكل كان مع بوتفليقة، وربما بوتفليقة كان غير قادر حتى على إزاحة رمضان العمامرة، فعين له وزير آخر اللي هو عبد القادر بن ساعد في الفترة كوزير، أنشأنه وزير الهجرة والتعاون الدولي إلى غدا، وأصبحنا برأسين الخارجية، مما اضطر أنه من بعد انه اسمه العمامره يطلب انه ينسحب من الدبلوماسيه، وفعلا انسحب ثم عاد. لما عاد اولا تقريبا لم يكن يريد رئيس تبون بين قوسين ان يكون العمامره وزير خارجيته، بالنظر لثقل اولا العمامره وعلاقاته الدبلوماسيه، وايضا قدراته في الحديث باللغات لا سيما اللغه الانجليزيه. طيب، بعض المصادر المطلعه في عام 2021 تحدثت عن ان العمامره فرض على تبون انذاك. صحيح، فرض على تبون، وانا شخصيا قابلت العمامره ايام ترافيرسي دو ديزير، قابلته في باريس بالصدفه، وكان فيه نقاش معمق، وانا اتكلم الان من مصادر موثوقه، مش نتكلم فقط يعني من معرفتي للشخص من خلال الحوار الذي دار بيننا. الرجل طموحه رئاسه الجمهوريه، والرجل نسج علاقات قويه، ولا سيما انه يستفيد الان من عوده طيب مدام السلطه العليا. كلام دكتور معرف، كلامك يقودني الى سؤالي القادم. مدام فتحت الموضوع، هناك تصريح للدبلوماسي الجزائري الأسبق محمد العربي زيتوت لقناة 22 في برنامج بكل حرية يوم أمس، قال بأن فعلا تبون يريد إبعاد العمامرة من وزارة الخارجية بعد ورود أنباء لمحيطه عن أن هناك جناحا في المؤسسة العسكرية يعارض عهدة ثانية لتبون، وفي المقابل يريد ترشيح العمامرة في الانتخابات الرئاسية في سنة 2024. ما مدى صحة هذه المعلومات دكتور معراف، إن كانت لديك مصادر من مصادرك؟ طبعا تحياتنا لصديقي وأخوي العربي زيتوت، لأنه تقريبا انا وياه نفس درسنا كيف تعرف ان الطرح نتاعي كان من زمان، لان شوف اولا تبون هو نتاج القايد صالح، وتقريبا ان جماعه التوفيق والجماعه تاع السلطه العميقه لن تنسى خالد نزار، لن تنسى ما فعله قايد صالح معه. وبالتالي انه رغم ان تبون يلتزم حرفيا بعدم الاساءه صراحه
لتوفيق وجماعته، بل بالعكس اعاد لهم الاعتبار من خلال تكريم توفيق، تكريم خالد نزار، طائرة رئيسية لخالد نزار وادخله، والان تقريبا في فيلا خاصه تقريبا يسيرون فيها الامور السياسيه، وايضا تدخل في قضايا كثيره من بعيد. ورغم ان تقريبا الرئيس تبون العلاقه متوتره جدا مع وزير الخارجيه، لدرجه انه ربما حتى لما يستقبل السفراء ويستقبل حتى الشخصيات النافذه الى غد، ويحرص على انه مثلا مستشاره الخاص للشؤون القانونيه بوعلام، هذا الان الرجل القوي الموجود في الرئاسه، هو اللي دائما تقريبا يسبق رمضان العمامره، الشيء اللي خلى ربما رمضان العمامره انه نوعا ما يشعر بالكثير من التهميش، ويشعر بان العلاقه تقريبا لا يمكن ان تكون بين رئيس دوله ووزير خارجيه. وتعرف في القمه العربيه تقريبا همش رمضان العمامره بشكل اخر، وتحول تقريبا مجرد سكرتير للامين العام ابو الغيط لجامعه الدول العربيه. انا نظن بانه التعديل الوزاري القادم مضطر تبون من ان ربما يضحي بوزير خارجيته وترشيح رجل اخر ربما قريب شويه من سي تبون، اسمه اسماعيل شرقي اللي كان زمان سفيرنا في سفير الجزائر في موسكو، وايضا كان اشتغل في الاتحاد الافريقي لمده طويله، انباء عن ربما اقتراب تعييره في منصب الرئيس الدبلوماسيه الجزائريه. ولكن كل هذا مرهون ايضا بالموقف، الموقف الدولي. باريس لديها دور، واشنطن لديها دور، لان رمضان العمامره ليس فقط محسوب على جماعه السلطه العميقه، ولكن ايضا هو من العناصر التي تحرص الامريكان على ان يكون حضورها والتعامل معها بشكل او باخر. قضيه الرئاسيات في رايي، ربما نخالف ناسي صديقي العربي، في الرئاسيات اعتقد انه الرئيس تبون اذا كان كل المعطيات بقيت بنفس الحال سيذهب الى عهده ثانيه بسهوله، وربما العمامره تكون، ربما اذا كان لم تم ازاحته من الدبلوماسيه فتكون نهايه الدبلوماسي مخضرم من الحياه السياسيه في الجزائر، مثلما حدث مع حمروش وكثير من الشخصيات الثقيله. طيب شكرا لك دكتور. نصل الى الحدث ما قبل الاخير الان، حيث تحمل الاستقالة المفاجئة لسليم الباطشة من منصب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين مؤشرات سلبية على الحياة النقابية في البلاد، إذ ليس من تقاليد المركزية النقابية الوحيدة التي تتعامل معها السلطة استقالة قيادتها. استقالة جاءت قبل أيام فقط من مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون الجديد لممارسة العمل النقابي في الجزائر، خطوة دفعت بالنقابات المستقلة لمطالبة عبد المجيد تبون بالتدخل لسحب هذا القانون. إذن دكتور معراف، يبدو أن النقابات المستقلة في الجزائر باتت في عين إعصار السلطة، السلطة والحكومة هي من اقترح مشروع القانونين ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب، البرلمان أعطى ضوءه الأخضر ووافق على القانون الأول، قانون ممارسة العمل النقابي في الجزائر. النقابات الآن تستنجد بتبون لسحب هذا القانون، برأيك كيف تقرأ كل ما يجري؟ أعتقد شوف، اتحاد العام للعمال الجزائريين لم يكن صراحة نقابة عمالية مهنية تطالب بالتغيير وأيضا حقوق العمال إلى غير ذلك. الجوتيا كان دائما حزب سياسي، وكان دائما موضوع كحزب سياسي، يعني مثل جبهة التحرير، مثل ال ان دي، مثل حمص إلى غير ذلك. هذه ما يسمى بدكاكين السلطة في أيام بوتفليقه قبل، لكن مع مجيء تبون الفلسفه تغيرت نوعا، فقال لك لابد نتخلى عن الاحزاب السياسيه ونذهب الى المجتمع المدني. هذا المجتمع المدني هو يكون مرافق، وتكون ايضا عباره عن اجهزه موجوده في كل مكان حتى تستطيع ان ترافق
ما يسبب المشروع الاقتصادي والاجتماعي للرئيس تبون بين قوسين. وبالتالي ان ليجوتيا تقريبا ذهبت مع هذا المشروع نتاع الاحزاب السياسيه، وبدليل هو انه تقريبا منذ مجيء طيب دكتور معرف، حسب مصادرك، هل السيد سليم البطشة تم ابعاده؟ هل هي اقاله ام استقاله؟ لا سليم البطشة استقاله، ولن سليم البطشة نقابي من القاعده، ورساله وصلت بانه لم يعد هناك شيء اسمه الاتحاد العام. بعض المصادر تتحدث عن ضغوط من السلطه لدفعته الى الاستقاله. الضغوط هي عدم الاعطاء الاعتبار للجوتيا كشريك، لانه بدليل هو انه مثلا زمان لما كانوا يديروا زياده الاجور كانت تجتمع الثلاثي، يعني اتحاد العمل والجزائريين والحكومه والكونفدرالي ارباب العمل، لكن هذا المره الزيادات تمت بدون ان يذهبوا لهذا الثلاثي. وتعرف انه كان يعمل علي حداد لما كان شاد هذيك الفيدراليه رجال الاعمال، نسيت الاسم نتاعها الى غدك، هذيك الفيدراليه كانت ايضا شريك بالنسبه لجوتيا والحكومه في صياغه مشروع السلطه وتقديمه بتبريرات بالنسبه للشعب الى غدك. لكن الان الرئيس تبون الغى هذا العمل السياسي والغى الاحزاب السياسيه الى غدك، والان يتوجه للمجتمع المدني، بدليل انه مثلا لو تشوف القانون الذي قدمته الحكومه بالنسبه للبرلمان الى غدك هو يحول هذه النقابات الى نوع من فروع المجتمع المدني، لابد انه هذه النقابات كناباس وغيرها الى غده عليها انها تنشط في اطار غير الاطار المحول للنقابات المهنيه مثل ما موجود مثلا اتحاد الشغل في تونس كقوه مؤثره نقابيه عمليه. ربما هذا 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 ما تخشاه السلطه في الجزائر، وصول النقابات في الجزائر لان تكون قوه لديها قوة على المستوى القاعدة العمالية، وقد تصل بها الأمور لأن تكون قوة سياسية في البلاد. النقابات المستقلة تتهم السلطة بمحاولة لتصحير الجزائر من النقابات، وتريد أن تكون هناك نقابة واحدة هي الاتحاد العام للعمال الجزائري لوجيتيا، هي موالية للسلطة، تريد القضاء على جميع النقابات المستقلة. هذا ما تقوله النقابات المستقلة وليس أنا. هل فعلا هذا هو مخطط السلطة في الجزائر؟ لا أولا أنا عندي أصدقاء كثير في دائما النقابات المستقلة، وكانوا تناقشنا عنها من يومين في هذا الموضوع، وقلت بأنه السلطة خلاص تبرأت من حاجة اسمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وفي حتى داخل السلطة تفكير صراحة في أن يكون تعددية نقابيه، والسلطه لا يكون لها اي تقريبا لا يكون لها نقابه واحده تابعه لها، على كل النقابات انها تتحول الى شبيهه بالمجتمع المدني، بمعنى تبرر اخطاء السلطه وتروج لافكار برامج السلطه وتحاول ان تصبح الاداه التي تستعملها السلطه مثلا في كثير من الملفات والقضايا. يمكن اذا كان مثلا السلطه تقول لنقابه موجوده كناباس مثلا على مستوى التربية أو التعليم إلى غدك، قال أعمل لنا شوية إضراب على الأقل باش نغيروا شوية وجهة النظر ونحولوا وجهة الرأي العام الجزائري باتجاه قضايا أخرى، لأن عندنا مشاكل شوية خاصة مثلا مع المغرب أو كذا إلى غدك، فيقوم بهذا الـ بهذا الـ بهذا, الـ بهذا السلوك أو هذا العمل اللي هو عبارة عن إضراب إلى غدك. وبالتالي أنه النقابات للأسف أنه كان من المفروض أنها تناضل من أجل أن يكون هناك تغيير سياسي بالجزائر. لماذا؟ لأن تقريبا المشكلة الحقيقية في الجزائر هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى، عدم قبول هذا النظام الموجود بضرورة أن يكون ديمقراطية الحياة السياسية، رفع التشميع عن الأحزاب السياسية التي الآن هي غير معتمدة، موجودة كملفات عند وزارة الداخلية، رفع التشميع عن الإعلام وفتح المجال للاستثمار في هذا القطاع إلى غد، كل هذه الأشياء هي التي سوف تجعل من الحريه النقابيه احد العناصر الاساسيه بالنسبه لعمليه الديمقراطيه، لان النقابه لها دور كبير ليس فقط من اجل المطالبه ولكن ايضا من اجل تحسين التسيير وحده، واثنين من اجل ايضا اختيار مشروع الاقتصاد والاجتماعي، لان اليوم ما كانش في الجزائر مشروع اقتصادي اجتماعي،
وبالتالي انه النقابات لديها ربما رؤيه، وهي انني اتواجد من اجل فقط المصالح العمال والمصالح المهنيه، لكن هذا خطا. دور النقابه، انا اذكر ريشفاليزا لما كان في بولندا، بفضل العمل النقابي القوي استطاع ان يصل الى رئاسه بولندا وايضا يغير النظام السياسي، وهذا هو المطلوب من النقابه. ليس مطلوب النقابه هي انها فقط تبحث عن مصالح الخاصه الفئويه الى غد، وشفنا في الايامات الفارطه منذ شهور الى غد تراجعوا عن الافكار التي كانوا معنا في فعاليه قوى التغيير، عندما كنا نطالب بضروره ان يكون هناك مرحله انتقاليه، وضروره ان يكون هناك ايضا تصحيحات في الحياه السياسيه باش نمشي الى دوله ديمقراطيه، دوله مؤسسات. للاسف انه هذه النقابات للاسف شفنا بانهم يشكرون رئيس الجمهوريه على الاستقرار. طيب على ذكر رئيس الجمهوريه، النقابات المستقله ناشدت عبد المجيد تبون التدخل لسحب هذا القانون، ونعلم جيدا ان تبون ابدى تمسكا واضحا بالمشروعين، وخلال لقائه الصحفي الأخير كان مدافعا شرسا على هذين القانونين أو مشروعي هذين القانونين. هل تتوقع أن يستجيب تبون لمطلب النقابات المستقلة؟ ممكن، إذا كان، لأنه في الأيامات في نقاشات الكواليس مع النقابات بغيت تركيحها، وبغيت أيضا استمالة الأعضاء الفاعلون الذين يريدون ان يكونوا في صف الرئيس وسند للرئيس في العهده القادمه، وايضا ازاحه العناصر الغير مرغوب فيها، العناصر التي يمكن ان تشوش، يعني مثلا لاباتشا سليم صراحه واحد من العناصر النقابيه المحترمه، وبالتالي انه لما شعر بانه لا يمكن ان يكون في مثل بيدق مثل هؤلاء الاخرون اللي غداك، فالرجل ترك المنصب في سابقه مثل ما تفضلت استاذ بالعيد، وبالتالي انه ما اعتقدش ان تبون سوف يسحب هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الملف. ممكن جدا انه سيكون هناك بعض من التغييرات الطفيفه حتى يحفظ ماء الوجه لهذه النقابات التي هي غير راضيه، وحتى يعمل لها لكن نوع من المصداقيه. لكن البرلمان المجلس الشعبي الوطني صادق على الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل النقابي في الجزائر، وتم تحويله إلى مجلس الأمة الذي سيصادق بدوره على هذا المشروع ليصبح بعد ذلك قانونا نافذا، في انتظار أن تتم إحالة مشروع قانون الحق في الإضراب على البرلمان المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه، ومن ثم سيمرر أيضا على مجلس الأمة. أمام كل هذه المعطيات، هل يمكن أن نقول أن عهد النقابات المستقلة في الجزائر بات قصيرا؟ ولم يكن لدينا صراحة حتى نقول كان قصير للأزلت بليه، يعني كانت فيه محاولات، ولكن لما نتكلم على الكل انه نظام شمولي، نظام لا يستند لقوه القانون، بل يستند الى السلطه التي تفرض كل ما تريد بالقوه، قالها تبون، لانه لما تكلم على النيميليزاسيون قال نفرضوه بالطريقه السياسيه او حتى بالقوه، وهذا الاستعمال فكره القوه من رأس الدولة، هذا دلالة على أن نحن في نظام سياسي بلطجي لا يعتمد على الرؤى وعلى الممارسات السياسية السليمة. هذه النقابات في اعتقادي أنه طريقها صعب وطريقها وعد، ولكن للأسف أنه هذه النقابات أيضا تنتقد من كثير من النخب السياسية المستنيرة، وأيضا النقابية على أساس أنها جميل تتودد طيب من السلطة. طيب دكتور، لأن الوقت البرنامج يقارب على نهايته، نصل إلى الحدث الأخير. وزيران جزائريان سابقان للاتصال متورطان في الفساد، يتعلق الأمر بحميد جرين وخليفته جمال كعوان. بيان وكيل الجمهورية أشار إلى أن قاضي التحقيق أمر بإيداع جمال كعوان الحبس المؤقت رفقة مدير آخر سابق سير وكالة لانيب تحت وصايته. في
في حين وضع حميد جرين وخمسة متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية. وقائع هذه القضية تتعلق باستفادة جرائد مجهرية وأخرى وهمية من حصص إشارية دون الوصول إلى الهدف من الإشهار، إلى جانب تفضيل بعض العناوين بتواطؤ من مسؤولين في وكالة لانيب. دكتور معرف، إذن هنا نحن أمام صحف مجهرية وأخرى وهمية، من أوجدها؟ والله شوف، يبقى المفروض حتى محاكمة الوزيرين أنا بالنسبة لي غير قانونية. لماذا؟ لأن أولا الدولة التي تحتكر الإشهار هي دولة فاسدة. يعني وش هو الهدف منك أنت تعمل مؤسسة وأنت تتحكم في الإشهار وتعطيه لكل الجرائد التي تمشي معك في الخط السياسي تعطيها، والجرائد التي تخالف الرأي تصبح تشح على عليها بالإشهارات إلى غدك، وبمعنى أنه أنت فتحت مجال الفساد في هذا المجال، وخليت ربما كل الناس تطمح في هذه البقرة الحلوة. وبالتالي أنه تقريبا إحنا طالبنا في أكثر من مناسبة أنه يكون في قانون الإشهار مستقل، وهذا قانون الإشهار مستقل لا يمكن أن مؤسسة واحدة تحتكره يا لانيب. وللأسف أنه يمكن فقط المشكل انه اثير مع هذا الان المشروع الجديد اللي قوم به تبوني لغدي، ولكن صراحه كثير من حتى مؤسسات اعلاميه اجنبيه ظلت على مدار سنوات وهي تستفيد من الإشهار، جرائد في المشرق العربي، جرائد في فرنسا، جرائد مغموره الى غدي كانت تستفيد، ولكن الهدف فقط هي كانت انها تروج للنظام في الجزائر ضد النظام في المغرب، وكانت ايضا تروج لقضايا ما عندهاش علاقه حتى بمصالح الشعب الجزائري. دكتور معرف، هناك من يرى ان ورقه الاشهار العمومي في الجزائر كانت منذ استقلال الجزائر اللي هي ورقه سياسيه، ورقه ضغط تستخدمها السلطه لتركيع الصحافه في الجزائر. هل تغير الأمر في الجزائر الجديدة أم ما زال الأمر كذلك؟ لم تتغير، بدليل هو أنه تعرف أنه قناة هذه الجي 24 هذه القناة يمولها رانيب، وهو الذي يسير القناة وهو الذي يتحكم في القناة إلى غدين، رغم أنه هذه القناة هي، وحتى بعض المعلومات تتحدث أن القناة لا تملك حتى سجلا تجاريا للعمل في الجزائر. أكيد، ولكن التمويل والتسيير وكذا كله يخضع إلى رانيب. السؤال اللي يطرح يعني لماذا قناة هذه ما تكونش مثلا داخل القنوات التلفزيونية اللي يعني من خزينة العمومية والأمور كلها واضحة. هذه القناة هي تقريبا نوع من الفساد الاخر اللي ممكن موجود، ما فيش ربما وضوح في هذه القناه وما هو دورها وما هي الرساله التي يمكن ان تقدمها بالنسبه للصوره الجزائر الى غداك، رغم انها انشئت من اجل قناه دوليه لكي مثلا تصبح مثلا كما فرانس 24 كما قنوات كثيره موجوده الان في العالم بهذه التسميه تاع 24. بالتالي انه الاشهار للاسف انه بدل ما يكون صراحه يوزع بشكل عادل حتى نخلق مجال من صحافه قويه الكترونيه او مكتوبه او مسموعه او مرئيه الى غدين، وبامكانها انها تساهم في الكشف عن الفساد المقدم الرؤى، بامكانها ايضا تطلع الكفاءات الموجوده في الجزائر في الداخل وفي الخارج من اجل انها تقدم صوره عن الجزائر، لكن للاسف انه الإشهار هو سلاح أو سيف يسلط على كل من لا يريد أن ينصاع، وشفنا باللي جرائد كثيرة أغلقت، جريدة لوماتا بسي بن شيك وربي يذكره خير، جرائد مثلا الوطن اللي غيرت من أفكارها، الخبر غيرت من أفكارها اللي رغم أنه جريدتين محترمتين، أما الجرائد الأخرى اللي ليل نهار تستفيد من الإشهار التابع للدولة، وهذا الإشهار أستاذ بعيد هو بملايير، لأن مرة كان فيه لقاء
اذكر بالنسبه فيه لجنه سمعي البصري طرحوا الفكره، ففي واحد من المتخصصين قدم ارقام مذهله عن شخصيات كثيره حتى من لاعبين كره القدم استفادوا من اشعار لجرائد وهميه، جرائد لا توزع حتى ب 1000 او 2000 نسخه للاسف، في ايضا مواقع الكترونيه الان في مشروع الكترونيه. طيب او دكتور معرف، هذه الجرائد المجهريه والوهميه من يقف وراءها؟ اولا هذه الجرائد اولا تعرف انه الفساد لم ينتهي، الفساد لم ينتهي، واذا كان كثير داخل المجتمع الجزائري معتقدين بانه في حاجه اسمها جزائر جديد، لا، فيه فساد جديد مش جزائر جديد. وللاسف انه احنا لما كنا نتكلم وما زلنا نتكلم والناظر في اطار انه لابد يكون في تغيير حقيقي، الجزائر لا يمكن تبقى في هكذا تسير بطريقه الاشخاص والزمر. اليوم من يستفيد من هذه الجرائد المجهريه هي كل المسؤولين مرتبطه، كل هؤلاء اصحاب الجرائد او اصحاب حتى المواقع الالكترونيه او الجرائد الالكترونيه. يعني هل افهم من كلامك دكتور هو شكل اخر من اشكال الفساد في الجزائر؟ تحدثنا عن الاشعار العمومي. هو فساد حقيقي في الاعلام، لانه اليوم لما تطرح سؤال سي بلعيد تقول لماذا ما فيش انفتاح اعلامي؟ لماذا ما فيش مثلا الحق للجزائريين الذين يخالفون الراي السلطه انه يفوتوا في هذه القنوات الى غد؟ تعرف بانه القضيه هي قضيه متعلقه بانه النظام فاسد ولا يريد ان يكون هناك انفتاح في الاعلام، انفتاح في الاعلام واشعار عمومي مقنن يوزع بشكل عادل بغض النظر عن الخط الابتدائي للجريده او القناه الى غد، معناه سيكشف الفساد. ومن هم من سيكشف الفساد؟ يكشف فساد هؤلاء الموجودين في السلطه، والجزائريين سيكتشفون بان على ذكر السلطه، لماذا 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 دكتور معراف لا تريد السلطه تحرير هذا القطاع؟ لا بالعكس بالعكس، هو مرتبط، شوف الجانب الاعلامي مرتبط بالجانب السياسي. النظام في الجزائر لا يريد ان يكون انفتاح في هذا الجانب، والجانب الاخر هو جانب التعليم العالي الجامعه. هذه القطاعات الثلاثه ينبغي ان تبقى قطاعات متخلفه، قطاعات تقريبا مغلق، تشتغل بطريقه مغلقه، ما فيش نقاش، ما فيش حوار، ما فيش يعني حتى الراي والراي الاخر، وبالتالي تبقى الامور تعيش الكساد، تعيش الانغلاق، وهنا النظام يستطيع انه يستمر في حكم الشعب الجزائري. وصلت الفكره دكتور معراف، أصل بك الآن وبالمشاهدين كالعادة قبل ختام هذا البرنامج إلى فقرة بريشة عينوش. إذن مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية التي حضرها لنا رسامنا الكاريكاتوري غلاس عينوش الغائب اليوم بسبب لأسباب صحية، نتمنى له الشفاء. طيب نشاهد وإياك الرسم الكاريكاتوري الأول دكتور معراف، وكيف تقرأه؟ والله شوف، أولا نتأسف أنه حال العدالة وين وصلت صراحة، غريب أنه تقريبا متوفى تحكم عليه العداله. وانا اقول للاسف انه ورحمه الله عليه، ولكن العداله تثبت فعلا بانها هي ميته الضمير، قد كونسونس هذا العداله، وايضا تثبت ان العداله تتلقى الاوامر فوقيه ولا تشتغل كسلطه مستقله، سلطه قضائيه مستقله تنظر في الملفات، فقط الضمير هو الذي يتحكم وعلو القانون وليس الاوامر والهواتف. طيب نمر إلى الرسم الكاريكاتوري الثاني دكتور معراف، كيف تقرأه وما هي الرسالة التي تفهمها؟ والله هو أولا عينوش بوري طابليسمو، إن شاء الله ربي يعطيه يرجع بخير إن شاء الله ويشفى. شوف كاريكاتير معبر جدا، دولة هنا يبين لك العلاقة الموجودة بين فرنسا والجزائر، علاقة حميمية صح؟ يعني مثل ما كتب كما قال اسمه الكاتب الفرنسي او السفير السابق في الجزائر، نقول الجزائر
تكون للمستشفيات الفرنسية أو لقطاع الصحة الفرنسي. وإحنا الهمنا الوحيد هو أنه كيف يجيبوا لنا اللاعبين. أنا نظن حتى هذا قضية نتاع نحن نيمبورتيو لي جوار كان أيضا، وخليني نصلح خطأ موجود، كثير من الجزائريين تكلموا على قانون الباهاماس نغير ورا ورا ومش عارف واش يديروا له سمعه ودينه. قانون الباهاماس غيرت في السلطات الفرنسيه بسبب بسيط، ان بوتفليقه كان في حاجه الى دعم الجانب الرياضي، فغيروا له قانون الباهاماس وسمحوا للاعبين يتكونوا عندهم ولعبوا حتى في الفرق يعني حتى لو وصلوا لايفنتيا وكذا الى غدك فئات الصغرى يعني تقمصوا الوان الفريق الجزائري. للاسف انه عينه كان محق في طيب نصل إلى الرسم الكاريكاتوري الثالث دكتور معراف، كيف تقرأه؟ هو يظهر بشكل قوي، ولكن نظن أنه يتعلق بالويمارس قضية المرأة. هي المرأة والله يعني صراحة في الجزائر أنا أقول صراحة مهانة، وإهانتها تستمدها من إهانة الجزائر ككل كشعب كدولة. للأسف أنه المرأة معنفة، المرأة تعاني الويلات الكثيرة، وبالنهاية أي رجل يسمعني الآن يعرف بأنه الجزائري عنده شرف وعنده كرامة لا يقبل أنه أخته أو بنته، لأنه بالنهاية هذه يا بنتي يا أمي يا أختي يا خالتي يا عمتي، بالنهاية يا أستاذتي يا طالبتي، بالنهاية الدولة للأسف أنها تقضي على رمز جميل لو تعرف بأن المرأة هي أساس الوعي داخل المجتمع، تالي تحاول أنها تخليها في هذا الوضع حتى ما تأديش دورها في قضية الوعي. جميل. إلى الرسم الكاريكاتوري ما قبل الأخير دكتور معراف، دائما بمناسبة 8 مارس، ما هي قراءتك؟ والله وين تطافي صح يعني 24 ساعة هذه تاع الورد والتمنيات الجميلة بكل عام وهي بخير وكل عام وهي كفيلة، ولكن هو فقط هدنة مو مونتانيما، لكن تستمر إهانة المرأة، والمرأة نفسها الآن أصبحت تقريبا تشعر بأنه 8 مارس في الجزائر مش في العالم هو إهانة لها أكثر من احتفائية بها أو تكريما لها، لأن تعرف بأن المرأة شكرا 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 دكتور شكرا دكتور. نصل إلى الرسم الكاريكاتوري الأخير، ما هي الرسالة التي تفهمها؟ والله شوف يعني تقريبا من يحكم من، ونظن هنا خليني نعاود نصيغ هذه الكاريكاتير باش نقول بأن يمكن الجزائر للأسف أنه أصبح الفساد، أصبح نهب المال العام، تبديد المال العام، أصبح مرتبط بتولي المناصب، وأصبحوا الجزائريين تقريبا بشكل أو بآخر يمكن الناس اللي تنهب ثروات البلاد بشكل قوي تحاول أنها تدعي أنها تحارب الفساد وتحاكم ناس أقل يعني من ناحية قضية ارتكابهم لجرم تبديد المال العام وكذا إلى آخره. قلت له إحنا في وضع كله مفسد بسبب هذا السلطة. وصلت الفكرة دكتور إسماعيل معراف. أشكر ونشكر جميعا رسامنا الكاريكاتوري غلاس عينوش على هذه الرسوم الكاريكاتورية، كما أشكرك دكتور إسماعيل معراف المحلل السياسي لقناة 22 على وقتك على هذه المعلومات القيمة التي استفدناها منك، ونأمل لقائك الأسبوع المقبل بحول الله. شكرا لك دكتور. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، تابعتم معنا حلقة جديدة من برنامج أحداث الأسبوع، أعود وألقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.